أسعدكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم وضع المحرم أو المحرم للكمامة الطبية؟ لا مانع من ذلك، وضع الكمامة الطبية على أنفه وهو محرم لا مانع منه، لأن الممنوع للمحرم الذكر تغطية الرأس ولا تخمر رأسه، الممنوع هو تغطية الرأس، أما تغطية الوجه أو الفم أو الأنف فلا مانع من ذلك. نعم.